من قمر جدة لقمر الطائف. خلفي هذه الحديقة، حديقة السداد. الطائف بستان مكة. في معرض الكتاب لما عرضت وجيت أقدم معرض الكتاب في جدة، والبحر كده جنبي جاي على الساحل، فقلت البحر من خلفنا والمعرض من أمامكم. ما أروعهم معرض الكتاب على ضفاف البحر، على ضفاف البحر، يعني البحر من هنا كأنه المعلومات تجي من البحر وتتلقاها سواحل جدة الحبيبة، المدينة الثقافية عروس البحر. تأتي هنا المعرض، هذا هو معرض الكتاب. منطقة جميلة وأجواء جميلة واختيار رائع للموعد، مقر إقامة المعرض. حقيقة أنا سعيد جدا بهذا الحراك الذي له سنوات. أقول اليوم الثقافة أقول تجي من البحر وتنتقل وتطلع من هنا، يعني هذه المكتبة. اليوم هذا البستان، هذا الجو الطائفي. جو الطائف دوما، يعني دائما الجو الطيب، الجو الحلو يساعدك على الاستذكار، على القراءة، على الحركة، على العمل، بعكس المناطق الحارة. غير انه دحين في مكيفات، اول ما كان في مكيفات، فهذا جو الطائف. فهذه احد الاسباب انه كان في ريادة للناس فيها، في التعليم، في الثقافة، في القراءة، وكانوا يصطافوا الناس فيه ويستمتعوا، خاصة في الصيف لا يستطيعوا التواجد في مدنهم الحارة. فاليوم ادخل في الموضوع، معي ابن مؤسس مكتبة الجيل، أحد المكتبات الرئيسية في الطائف للكتب وللقرطاسية. عرفنا بنفسك. أخوكم فيصل حمدان اليماني، من مواليد الطائف، ترعرعت في مكتبة الجيل منذ الصغر، نهلت من علمها ومن مكتبة الجيل اللي كان موقعها، اللي كان نمشي موقعها كده في سوق البلد براحة القزاز، في وقف النجار، النجار اللي معروفة باسم مكتبة حمدان. مكتبة حمدان احنا ما نعرفها الا مكتبة حمدان اللي في الركن. نعم. في سقاق الفتات. صحيح. اخره صحيح. تجي في الركن. صحيح. وكده طالع شوية جنبك سويد، وما سويد حقين الساعات. نعم. ولا نعم نعم. هو هذا مقرها الرئيسي أول؟ هذا هو مقرها. أول عام كم تأسست؟ تأسست عام 1372 هجريا. 1372 هجريا. اليوم كم ما شاء الله، يعني فوق 65 سنة. أكثر من 65 سنة. أصغر من 65 عام. الوالد كان عنده مهنة غيرها؟ أبدا لا. الوالد موجود ولا؟ رحمة الله. رحمة الله. توفى من تقريبا 9 سنوات. من 9 سنوات. نعم. الوالد يعني هو هذه كانت مهنته، يعني اشتغل اول شيء في مكه ولا في جده وبعدين جاء؟ لا، الوالد في الطائف. فين اخذ المهنه؟ الوالد من حبه للقراءه، ايه، ومن حبه للتعليم، ايه، كان في الاساس، هو كان على اساس انه يعمل قرطاسيه، ايه، يهتم بالقرطاسيه، ايه، ويدعم القرطاسيه والجرائد وال، ايه، والمجلات. ثم بتعامله مع السيد رحمة الله عليه محمد المؤيد، إيه، تعلم منه أخذ الكتب والاهتمام بالكتب، وكانوا يتبادلوا القرطاسية، الوالد يعطيه القرطاسية وهو يعطي الكتب، ومن وقتها بدأ حبه بدأ الكتب في، وبدأ يهتم في الكتب. المكتبة أنا دوبني تفاجأت يوم أسألك عنها، قلت لي إنكم أوقفتوها الجامعة. نعم. أعطيني القصة هذه ومتى حصل، وأنا لين جيتك رمضان موجود أنت بالمكتبة. ولا لا، من سنتين تقريبا. من سنتين، أيوة، أو رمضان اللي قبل سنتين. صحيح. إيه. انتقلتوا أنتوا بالمكتبة من زواج هذا ولا لا؟ فرع للكتب. لا لا، هو فرع خاص، قسم خاص. كان في فرع ثاني خاص بالكتب غير الكتب، الفرع القرطاسية اللي في زواج. إيه. إيه. كان في ورا بيت حمدان. نعم. زواج أنت رايح البرحة هناك. نعم، أيوة. إيه. ف يمكن وضع الكتب ووضع الاهتمام وال ضعف الاقبال على الطلب. نعم، الطلب عليها. فرحمة الله عليها الوالدة اقترحت علينا انه ليش ما نوقف الكتب، طالما ان الوالد تعب عليها واجتهد فيها، فليش ما نوقف المكتبة، الناس يستفيدوا ويكون تبرع من عندكم. نعم. نعم. فوقفناها لمكتبة جامعة الطائف، المكتبة المركزية. إيه. جميع مقتنياتها، بحيث ان الطلاب يستفيدوا من القراءة، من الاطلاع، من الاستعارة، من التصوير،
وعلى أمل إن شاء الله أن نزودها بأحدث أحدث الكتب أحدث الإصدارات، بحيث أنه إن شاء الله تكون صدقة جارية عن الوالد وعن الوالدة وعن أننا كنا الجميع. وصاكم هو بخصوص المكتبة؟ كان يوصيك؟ والله الوالد المكتبة حب له، حب لي. نعم، حياته في المكتبة، يصحى وينام وهو في المكتبة. تعلمنا منه، ولكن حرصه كان بيقول يعني حط في الكتاب وانسى. نعم، النصيحة اللي كان دائما يقول لي إياه، يقول المكتبة رحمة الله عليه، يقول المكتبة يبغى لها مال قارون وصبر أيوب، أصبر على الكتاب وادفع فيه وما تندم. وبعدين جاء اشتهر بالأدوات المدرسية، يعني في الفترة الأخيرة. عاد على جيلنا، يعني كان يعني للأمانة في مكتبة السعودية اللي عمي عبد الله يسلم، نعم، في اللي كان فيها عرفان ماسكها، نعم، في مكتبة مرزا، في مكتبة السناري، نعم، في مكتبة الديني كمان، مكتبة عرفان اللي هي السعودية، اللي السعودية، نعم، تقريبا هذه لا مكتبة في السناري وفي في لا مو السناري، في جنبهم واحد، المهم في عدة مكاتب أم حسن المكين في الثقافة في كده. بس كان للأمانة، يعني هذا كلام قديم قبل 40 سنة، مكتبة حمدان تلقى فيها أحلى الأشياء، أحلى الأقلام وأحلى الشغلات وأحلى البرايات وأحلى المصاف الجديد الأحسن شيء، وما تلقى اللي ما لا يمكن ما تلقى حمدان اللي تبغاه، يعني لازم كل شيء تلقاه عند حمدان. الوالد كان يصير رحمة الله عليه سياسته في المكتبة، نجيب من كل العلوم، ما كان متخصص في مجال معين، مثلا كتب دينية أو تاريخية أو في جميع العلوم، تجد عندنا الأقسام متعددة في الكمبيوتر وفي الفيزياء وفي الكيمياء وفي الفلك وفي الطب، ويعني سبحان الله الوالد حب الموضوع وتميز فيه، وإحنا تميزنا طبعا. دحين بعد ما قفلت المكتب أنت كنت ماسكها؟ نعم. اتجهت لاتجاه آخر؟ أي نعم، أنا الآن مدير لبرنامج بادر حاضنات التقنية اللي مقرها فرع منطقة مكة المكرمة، فرع الأمارة منطقة مكة المكرمة الفيصلية. الدعم هو برنامج وطني لدعم المشاريع الناشئة والصغيرة من الشباب المعتمدة على التقنية. معتمدة على التقنية؟ نعم. اللي الأساس في مجلس علمي القادر الفيصل في منطقة مكة؟ لا لا لا، اللي في فيصلية أمارة منطقة مكة سابقا. اي أمارة منطقة مكة، نعم، طريق المطار. طريق المطار، طريق المطار، نعم، وهي أساس كلها بادر في منطقة، نعم، مكة. نعم. الله يوفقكم أخوي ويبارك فيكم ويسلمك ويبارك فيك. ذكرتنا بالماضي الجميل. الله يسعدك. إليك فعلمني أن لا أشتاق، علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق، اشتقت إليك فعلمني أن لا أشتاق، علمني كيف أقص جذور هواك من الأعماق، علمني كيف تموت الدمعة في الأحزان.